بعد النكبة تم تهجير جميع أهالي حي المنشية لأنه كان هناك صمود كبير لأهل هذا الحي، وتم تدمير الحي تماما وتغيير كل المعالم، كما ترى لم يتبقى أي شيء من هذا الحي. وكذلك تم التعامل مع المسجد على أنه أملاك غائبين، واستطعنا منذ أواخر الثمانينات في مدينة يافا أن نرمم المسجد، نعيد بناء السور الخارجي، ويعتبر مسجد حسن بيك من أهم رموز الصمود، لأنه للأسف يهجم العنصريون اليهود على مسجد حسن بيك بهدف تدميره أو حرقه. ودائما حتى اليوم كل محاولات الشرطة في القبض على هؤلاء المجرمين العنصريين تفشل. مؤخرا في نية مش صافية من قبل البرلمان الإسرائيلي الكنيست يسنوا قانون يمنع رفع الأذان. للأسف هذا القانون إذا وصل وصار قانون شرعي، هذا بدل على أنه هنا فيش تسامح ديني والديمقراطية عمالها تتدهور. احنا حاليا موجودين بجامع المحمودية بيافا القديمة، بني سنة 1710، ثاني أكبر جامع من ناحية مساحة بفلسطين. طبعا هاي الفترة الفترة العثمانية كانت مشهورة ببناء كل الأماكن الدينية، يعني أيامات حكم العثمانية زاد التسامح الديني وصار في عنا مجال لكل الديانات تمارس عبادتها بحرية وبدون أي قوانين عنصرية. إحنا الآن موجودين في أهم مركز لمدينة يافا اللي عرف أصلاً إما بساحة السرايا أو بساحة الساعة. المبنى في الخلف هو مبنى السجن العثماني اللي عرف باسم القشلة، تم بناؤه في أواخر القرن التاسع عشر، وأيضاً تم استعماله أثناء الاحتلال الإسرائيلي بعد النكبة مبنى للشرطة الإسرائيلية. من أهم الأعمال لإعادة بسط السيطرة والنفوذ كان بناء عدة مباني للحكم العثماني. أهم مبنى كان مبنى السرايا الجديدة أواخر القرن التاسع عشر. طبعاً نحن نرى فقط جزء من المبنى، باقي المبنى مع هذه العواميد الجديدة تم تفجيره في عملية صهيونية إرهابية في شهر يناير عام 1948. أثناء كان يستعمل المبنى في حينها ملجأ للأيتام. عام 1901 في احتفالات 25 عام على صعود السلطان العثماني عبد الحميد الثاني إلى الحكم، تم بناء أبراج للساعة في كل المدن المهمة في تحت حكم الإمبراطورية العثمانية. من هذه المدن كانت مدينة يافا، وكما ترى الآن برج الساعة هو من أهم معالم مدينة يافا في تاريخها الحديث.